أنا ما جيت على هالعيلة لأخلى مشاكل، أنا بس بدي أعيش بسلام وعرواق، فياريت تبادلوني نفس الشعور. شو هيدا تهديد مثلاً؟ أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي حبيبي. لا معلش، أنا وجاي لعندكم، سمعت شوي على الحديث اللي كان عم بيصير، بس عبالي جاوب على سؤال واحد طرحته جاد، إنه ليه السرية بالزواج؟ لأنه رمزي كان مؤكد إنه أنت وأختك رح تعارضوا هالزواج، واضح إنه كان معه حق. كان بدي أتفادى المشاكل العائلية. ما في بنت بالدنيا ما بتتمنى تكون محاطة نهار عرسها بعائلتها وأصحابها وكل الناس اللي بتحبها. بشرفي أنا هيك قلت. أنا قلت إنه هذا التصرف في وراء تفكير نبيل وشهم. حلو. أكيد. أنا كان فيي صر على زواج علني وصريح، وأكيد إنه رمزي كان وافق مع كل شيء عم بيصير. أنا متأكدة إنه ما كان قال لا. ما شكل المدام أكيد إنه كتير إشياء. طبعاً. أنا ما جيت على هالعيلة لأخلى مشاكل. أنا بس بدي أعيش بسلام وعرواق، فياريت تبادلوني نفس الشعور. شو هيدا تهديد مثلاً؟ أكيد لا، بس ياريت تتقبل إنه أنا صرت مرت بيك، يعني رح نبقى نتقابل كتير من يوم ورايح، صرت منكم وفيكم وحدة من العيلة. إيه لا، هذا الشيء مش ممكن نتقبله أبداً. إذا هاي صارت مشكلتك، رح أترككم تحلوا الموضوع على رواق. حياتي أنا رح أطلع لبرا أشم شوية هوا. شو رأيك يا أبو جاد؟ رأيي بشو؟ ما رأيك باللي قلته عروستك الحلوة؟ يعني اجت عبرت عن مطالبة بشكل واضح وصريح ومتأكدة من كل شيء. انت شو بدك؟ شو طالب مني؟ انه اتقبل انه هيدي الست هي رح تصير ست البيت وهي رح تاخد محل امي؟ طالب انه بكرة تفوت على الشركة وتصير تتصرف انه هي الامر والناهي هناك مثلا؟ هذا اللي بدك اياه؟ لا، مش مطلوب منك شيء. المطلوب منك إلنا سوا إنه نحافظ على خصوصية بعضنا وعلى احترامنا لبعضنا، لا أكتر ولا أقل. إيه، هو كلام حلو وكبير، في حضارة وديمقراطية، بس نظري وكتير صعب إنه يتطبق. ليه؟ طيب ليه أنا احترمت اختياراتك واختيارات أختك؟ لأنه هيدي الطبيعة، هيدي الحياة هيك ماشية. مفترض أنت اللي تفرح فينا مش نحن اللي نفرح فيك. بلا، أنا تعذبت كتير وبحق لي كمان إنه تفرحوا فيه. لا، ماني عم صدق اللي عم تقوله، عن جد ماني عم صدق. عمو أسعد، ياريت تضلك مع البابا وتخبره شوي عن التضحية. خبره عن حالك، خبره عن حياتك انت وخالتي هند، خالتي اللي ما بتجيب اولاد. خبره عن مفهوم التضحيه كيف بيكون بالحياه. انا رح انترك برا بالسياره، لانه صراحه ما بقى عندي شيء اقوله. انا خلص خلصت. لو هاي ماشي هيك فيلك بالبساطه، طب نعرف لوين واصلين، لوين رايحين. هلا بتلفن بحكي اختي جينا وبتناقش انا وياها وبرجع بعدين بخبرك لوين واصلين ووين رايحين. منيح؟ بالإذن. رمزي، لا تنسى جينا ووضع جينا. مش ناسي جينا ولا وضع جينا. لا ناسي جينا ولا ناسي جاد. لا ناسي هند ولا ليندا. ولا حدا من كل هالعيلة. مش ناسي حدا إلا حالي يا صديقي. ناسي حالي وبس، صدقني. وأنت أكتر واحد بتعرف أنا بشو مرقت وقد إيه صار لي ميت. بعرف، وحياتك بعرف، وبعرف كمان ليش خبيت هالعلاقة عن الكل، حتى عني أنا. هيدي مش علاقة أسعد، هيدا حب كبير، هيدا غرام العمر. إيش؟
هالقد؟ وأكتر من هيك، أنا ونسرين مغرومين ببعضنا كتير. رمزي، أنا ما بدي أجرحك، بس بعرف شو بدك تقلي. بدك تقلي إنه صبية وحلوة، شو بدها فيي؟ نسرين بنت مختلفة عن كل البنات اللي من عمرها. وليش بدها تكون بنت مختلفة عن كل البنات اللي من عمرها يعني؟ نسرين بنت مختلفة عن كل البنات اللي بعمرها لأنها مرقت بظروف صعبة كتير، كبرت بكير، نضجت هي وطفلة. مش يمكن هيدي ظروف هي يلي بشرفك أسعد، خلاص هيجي تحلل وتلاقي لي أسباب لتفسر لي إنه نسرين ما بتحبني. مظبوط؟ لا، مش هيدا اللي كنت بدي أقوله. بلا، هيك بدك تقول وهيك بدها الناس تقول وهيك عم بتقول. كل واحد بيشوفها واقفة حد بيقول بقلبه هو العالي، عشو اخدته هيدي؟ أكيد عم مصرياته، أكيد عم تضحك عليه. بكرة بتروحوا على السريع وبتورطوا. أنا كصديق قديم ومرافق كل هالعمر ما بيهمني إلا الأولاد. وانت بتعرف جينا ووضع جينا الصحي والنفسي، وبتعرف كمان موقفها من هالقصة بالذات، وبتعرف كمان موقف جاد يلي عاش طول عمره بعقدة الذنب. بعرف أسعد، هودي ولادي، ومن يوم الحادثة لليوم أنا وعيش بهالهم وبهالوضع الصعب اللي هني عايشينه. راح العمر أسعد، راح عمري، راح عمري أنا وعم بهتم بالولاد. خلص هلأ الأولاد كبروا، جينا تجوزت وبكرة جاد رح يتجوز، وأنا انغرمت ورح أعيش هيدا الغرام لآخر يوم بحياتي. هيدا حقي، وأنا مش عم بأذي حدا. مش أنا قتلت نادية، مش أنا. قول لليندا وهند ذكرون أسعد إنه مش أنا قتلت نادية. نادية غرقت بالنهر هي وعم تحاول تخلص ابنها، وأنا حملت المأساة على كتافي سنين وسنين لأحمي ابني وبنتي. بشرفك أسعد ذكرهم، خليهم يتذكروا منيح إنه مش أنا المذنب، ومش رح أحمل هالمصيبة على ظهري لآخر يوم بحياتي.